كيف هيك قلتي له؟ شو هذا اللي قلتي لكاران؟ رح تروحي تشهدي لصالح بريتا بالمحكمة؟ بهالحكي نزعتي كل الخطة اللي كنا ماشيين عليها. كيف بتعملي هيك؟ خلص اسكتي شيرلين. انت اسكتي ماهيرة. أنا هلأ سمعت حديثكم وعرفت إنك مستعدة تخدعينا كلياتنا مشان ترضي كاران، وكل هذا مشان تتزوجي. اعملي كل شي بس إياكي تفكري إنك تخدعيني. إذا بدك تخونيني أنا ما رح أرحمك. إياكي تكذبي علي. وانتبهي على الشي اللي عم تعملي. لا تقولي إنك ما قلتي هذا الحكي. أنا سمعت الكلام وخلص. أنت ما عاد فيكي تتزاكي وتتشاطري علي. طيب قولي لي شو هذا اللي سويتي؟ لوين بدك توصلي؟ كيف بتتصرفي من راسك بدون ما ترجعي لي؟ يعني أنت ما عاد بدك رأيي؟ لازم تعرفي إنه هذا التصرف ما رح يكون بصالحك. شيرلين تعي لهون، اهدي، عدي وارتاحي، بس طولي بالك شوي. تفضلي شربي مي. شيرلين اهدي وروقي شوي واسمعي الحكي اللي بدي أقوله. كل الحكي اللي قلتيه هلأ ماله صح. اهدي واسمعي. لا تحكي معي بهي الطريقة، عم تفهمي؟ فهميني شيرلين، أنا هلأ عم حل القصة بطريقتي بس هيك. روقي شوي، الشغلة ما بدها كل هالتوتر هاد. بعدين نحن التنتين منختلف عن بعض. أنت بتغلطي كتير لأنك بتنفعلي بسرعة وما بتعرفي تتحكمي بحالك، بس أنا ما بعمل هيك. وأنت هلأ غلطتي معي وضربتيني بل ما تفكري. معقول أنت تضربيني؟ كيف عملتي هيك؟ من بين كل الناس انت اكثر وحده بتعرفني هون. نسيتي مين بكون؟ انا قريبا رح صير مرته لكاران لوترا، ومع هيك ضربتيني. انت هلا غلطتي غلطه كبيره، بس مو مشكله، انا فرحانه كثير اليوم لهيك رح سامحك. شو قلتي؟ سامحيني؟ ايه. هلا انت اللي رح تقولي لي كيف بدي اتصرف؟ صدقيني بس لاني بحبك عم قلك إنه لازم تسمعي كلمتي، لأنه إذا ما سمعتي الكلمة هلأ وقتها ما بتعرفي شو رح ساوي. قلي لي شو هو الشي اللي رح تساوي؟ ممكن تقولي شو بدك تعملي؟ صار عندي فضول. شيرلين ما عندك فكرة أنا شو فيني أعمل. ما تستخفي بشطارتي، مفكرة حالك ذكية وواثقة من حالك وزيادة عن اللزوم كمان. لا، ومفكرة حالك الكل بالكل هون. ثقتك بحالك حتضرك، عايشة بحالة وهم ومفكرة إنه ما في حدا يوقفك، بس مو هي الحقيقة. لأنه مو أنتي اللي عملتي كل الأمور اللي عم تصير هون بالبيت، أنا اللي وجهتك لتعمليها. كل اللي صار بهالبيت أنتي اللي خليتيني أعمله؟ كيف؟ خليني أوضح لك. أنتي وقت تركتي البيت ورحتي دافعتي عني بصراحة ومفكرة أني وحدة ضعيفة. أنتي ما عملتي هاد بكيفك، أنا اللي خليتك تعملي.